أيضا ينضم إلينا هاتفيا من الخرطوم مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي. سيد مجدي أهلا بك معنا. إذا لو انتقلنا إلى الواقع السياسي الآن بعد موافقة المبدئية للجيش على مبادرة لوقف هذه الحرب أو لوقف أو للذهاب لهدة، مبادرة جوبا إن صح تسميتها أو مبادرة إيجاد التي أرسلت إلى الخرطوم ووافق عليها الجيش، كيف تقرأ هذه المبادرة وخصوصا بالحديث عن ارتياح ربما نسبي من الناحية العسكرية من قبل الجيش الذي يرى في بياناته الأخيرة أن الوضع مسيطر عليه وأن الواقع الميداني مستقر مع وجود بعض المناوشات هنا وهناك؟ طيب شكرا جزيلا، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. كما هو معلوم أن السودان هو رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، وكذلك السودان وقيادة القوات المسلحة دوما ما ترحب بمبادرات الأصدقاء والأشقاء من الدول الصديقة ومن جيران السودان، خاصة هذه المبادرات التي يكون مظهرها هو المظهر الإنساني ومحاولة تجنب آثار الحرب. كما قلت أخي فعلا كلامك صحيح، مهما ذهب ما ذهبت القوات المسلحة أو القوات المسلحة الآن هي صاحبة الشرعية الدستورية وهي المؤسسة العسكرية الأولى، إذا ذهبت إلى أي محفل الآن في هذا التوقيت تذهب وهي تستند على رصيد كبير جدا من الانتصارات التي تمثلت في دحر التمرد. وأول هذه النقاط التي يجب أن تفهم داخليا وخارجيا أن التوصيف الصحيح لما جرى أن هناك قوات كانت تتبع القوات المسلحة هي قوات مساندة تمردت عليها. نعم. السياسي بقادتها، وهذا طبعا معروف في العرف العسكري وفي القوانين وفي كل الأعراف مخالف، وبالتالي هي قامت غادرة للقوات المسلحة وحاولت في يوم السبت قبل الماضي أن تغتال الرئيس القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس القيادة بغرض فرض سيطرتها على البلاد وتحويل المشهد. هذا هو التوصيف. في هذه الحالة نقول صحيح وقعت الآن هذه المعركة التي تخوضها القوات المسلحة كمعركة كرامة، لكنها تراعي للجوانب الإنسانية، تراعي أيضا للجيران، تراعي للمنظمات التي تنضم إليها. لكن نريد أن نقول هنا شيئا مهما، المبادرة تحدثت عن هدنة جديدة، هذا هو المحور الأول للمبادرة، وربما أيضا نقاش آثار الحرب، لكن ليس من المنطقي أو المعقول أو لم تقدم ولا وأستطيع أن أجزم. طيب. أنه لن تقدم أي أجندة سياسية. طيب سيد مجدي، يعني دعني أسألك، السودان هي أحد أعضاء منظمة الإيجاد، إذا هل يمكن بعد طرح هذه المبادرة أن تلقي في الخرطوم صدى باتجاه تسوية الأزمة والوصول لحل؟ هذا ما هو أردت أن أخوض فيه الآن في تعليقي، إنه الآن لا توجد أجندة. على أي أجندة إذا كان البعض يتحدث عن حوار؟ وطبعا بالتأكيد ما في حوار بين طرفين، هناك جهة متمردة هناك جيش سوداني، لكن هؤلاء هذه الدول وهذه المنظمات تدخلت بشكل إنساني حتى تتيح الفرصة للفرق الطبية وللإغاثة بالدخول وليعني محاولة تلافي آثار الحرب كما قلت. لكن الآن منطقيا ما هي الأجندة التي ستطرح الآن مع قوة مندحرة وبقية ميليشيات مندحرة كانت متمردة على الجيش وقسم الآن ثغرها وكسرت الكتلة الصلبة لها بتدمير معسكراتها وقطع خطوط إمدادها وشلت منظومة القيادة والسيطرة لها الآن، هي الآن في حالة انهزام، فلولها فلول الميليشيات فقط تحولت الآن إلى عصابات إجرامية لا هدف لها، يعني هي لا تخوض الآن أي حرب مفتوحة وليس لها أهداف تكتيكية.
تكتيكية أو أهداف مرحلية أو أهداف استراتيجية للحرب، لأن كما قلنا هي فاقدة للقيادة والسيطرة. هذه مجموعات منها مجموعات كبيرة جدا دفعت إلى هذه المعركة وهي لا تعرف لماذا تعارك ولماذا تحارب، وهناك مجموعات أخرى تشف أن هناك مجموعات من جنسيات خارج السودان من غرب أفريقيا دخلت إلى هذه الحرب، ولله الحمد بعضهم الآن بدأ يسلم كثير جدا من قواعد هذه القوات. حينما جاءوا في بداية أول يوم استسلمت مجموعة كبيرة حوالي 2000 جندي، وسئل قائدهم متى ثم قال قبل أسبوع ولماذا حضرت؟ قالوا لنا أنتم ستذهبون إلى الحد الجنوب في السعودية للحفاظ على أمن السعودية، وهو لا يعرف أنهم دفعوا به إلى هذه المعركة. هذه أنا أردت أن أوصف أنه هذه طبيعة الأشياء وصفة صحيحة لما يجد الآن في الخصوم. لذلك أقول ما يدور الآن من اشتباكات ليس له هدف من جانب فلول الميليشيات المتمردة، لكن أقول أيضا يعني قادة الدعم السريع وظهيرهم السياسي يحاولون خلق منطقة رمادية لمحاولة إنقاذ القوات الدعم السريع من الدمار الشامل الذي لحق بها ومحاولة كسب أراضي سياسية. بالطبع سيد مجدي، بالطبع نأمل في الوصول لحل سريع وحل سياسي يعني لإنقاذ حتى المواطنين والمدنيين. شكرا لك، شكرا جزيلا من الخرطوم. كنت معنا مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي.